بسم الله الرحمن الرحيم. الاخوه والاحباء اهلا بحضراتكم فيديو جديد. البيج رامي، البيج رامي او البطل المصري ممدوح السباعي من الشخصيات اللي حققت انجاز رياضي كبير جدا في لعب كمال الاجسام. ده المجال او دي اللعبه اللي هو اختارها لنفسه وحقق فيها نجاح كبير جدا خارج مصر في الولايات المتحده الامريكيه، وفاز ببطوله مستر اولمبيا اكتر من مره. فهو في هذا المجال ناجح جدا ومتقدم جدا، وممكن اللي احنا نقول ان هو قدر ان هو يرفع اسم مصر يعني في الخارج بشكل كويس جدا وبشكل كبير جدا، وحقق انجاز كبير له ولوطنه. انا شخصيا على المستوى الشخصي يعني بعز الراجل ده يعني، وبحترمه وبقدره وبحبه، لان هو واضح ان هو شخصية طيبة. واضح ده من كلامه، من طريقته، من احاديثه. انا ما اعرفوش طبعا معرفة شخصية، لم اتشرف معرفته يعني، ولكن واضح جدا ان هو شخصية محترمة وشخصية طيبة. وهو ابن من ابناء الريف المصري، وهو طلع وقال كده ان هو من احد القرى، مش متذكر منين بالظبط، ولكن من احد القرى يعني. فواضح ان هو بيتمتع بطيبة كبيرة، بالإضافة إلى الإنجاز الرياضي الكبير اللي هو قام بيه. في مقطع فيديو منتشر للبيج رامي أو ممدوح السبيعي، وهو أثناء جلسة تصوير في الولايات المتحدة الأمريكية، جلسة التصوير اللي بيطلق عليها الفوتو سيشن. لما أنا شفت جلسة التصوير دي اللي أنا بعرضها لحضراتكم دلوقتي أثناء حديثي معاكم، وأنا معلش أنا بعتذر طبعًا لو كان فيها يعني بعض المشاهد اللي لا تصح ولا طليق، ولكن انا بعرض عشان خاطر هو ده الموضوع اللي انا حابب اللي انا اكلم حضراتكم فيه. لما انا شفت جلسة التصوير دي تذكرت الفيديو اللي انا عملته لحضراتكم يعني من اكتر من سنة، ما يقرب من سنة ونص، وكنت بناقش فيه كان في خلاف حصل ما بين الدكتور عبد الله رشدي هذا الرجل المحترم والاعلاميه بسمه وهبه. هو كان طلع قال رايه في لعب كمال الاجسام، كان البيج رامي لسه يعني فايز ببطوله مستر اولمبيا، والموضوع ده كان مسمع بشكل كبير جدا، وبدا اسم البيج رامي يتعرف يعني وكده، وحصل طبعا شهره كبيره جدا له داخل مصر وفي الاوساط الرياضيه. فالدكتور عبد الله رشدي كان بيناقش الموضوع ده على اساس ان في احد الاشخاص ساله في الجيم اللي هو بيروحه. والدكتور عبد الله رشدي بيروح جيم يعني بيلعب رياضه يعني، وده طبعا واضح جدا على يعني تكوين جسمه يعني. فبيقول ان هو احد الاشخاص ساله وكان بيساله على لعبة كمال الاجسام ويعني مدى اتفاقها او عدم اتفاقها مع الشريعه الاسلاميه او مع الدين يعني، على اعتبار ان هي اللعبة اصلا معتمدة على اظهار الجسد يعني. اللعبة زي ما حضراتكم شايفين طبعا البيج رامي في جلسة التصوير تقريبا يعني شبه عاري تماما يعني. فالدكتور عبد الله رشدي طلع وقال ان فيها حرمانية شرعية يعني، هو ما قالش ان هي بيحرمها بشكل قطعي على الناس او ما منعش الناس من ممارستها، ولكن هو الراجل طلع وقال الحكم الشرعي او الرأي الشرعي في هذا الموضوع. انا هسيب لحضراتكم الفيديو ده اللي انا ناقشت فيه هذه القضية او هذا الموضوع يعني في الفيديوهات المقترحة في نهاية الفيديو، ممكن ترجعوا له او يعني ما شافوش من حضراتكم ممكن يشاهدوا، لان كان في خلاف كبير كان حدث بينه وبين الاعلامية بسمة وهبة في هذا السياق. طبعا زي ما انا قلت البيج رامي كان لسه يعني فايز بيه بطولة مستر اولمبيا، والموضوع كان بقى له زخم كبير وبتاع وحاجات زي كده، وكان نزل مصر وكان يعني تم استقباله استقبال كبير جدا في تزامن ده مع رأي الدكتور عبد الله رشدي. فطلعت الاعلامية بسمة وهبة وبدأت انها تهاجم الدكتور عبد الله رشدي ووصفته بان هو رئيس جمهورية العكننة على المصريين. انا طلعت اتناقشت في الموضوع ده واتكلمت زي ما انتوا حضراتكم هتشوفوه في الفيديو، عشان بس ما يعني ما اشرحش لحضراتكم، اللي حابب يعني شرفني ان هو يشوف الفيديو ده اللي هو فيديو قديم من اكتر من سنه، يعني طبعا هيكون ليا الشرف يعني ويشوف انا قلت ايه في هذا السياق. الدكتور عبد الله رشدي في التوقيت ده ما غلطش، هو الراجل كان بيقول حكم الشرع في هذه اللعبه على اساس ان احنا النهارده مالناش دعوه بقى ببطوله او بتحقيق انجاز رياضي، الانجاز الرياضي ده على جنب طبعا ويحسب للبيج رامي طبعا ما فيهاش كلام، وزي ما انا قلت ده انجاز له وانجاز لوطنه ما فيهاش كلام، ولكن هو كان بيسال على الحكم الشرعي، والحكم الشرعي ملوش علاقه بالانجاز الرياضي، الانجاز الرياضي ده على جنب والحكم الشرعي ده حاجه ثانيه خالص.
يعني ممكن مثلا بنت تفوز في بطوله مثلا باليه مائي مثلا، ولكن نقول الحكم الشرعي ان اللعبه دي حرام، لان المراه بتظهر جسمها فيها، وفي رجاله وفي يعني اشخاص يعني اجانب بيشاهدوا يعني جسمها او جسدها العاري، وبالتالي في حرمانيه شرعيه في هذه الجزئيه. يعني في حاجات ما لهاش علاقه دلوقتي بالانجاز الرياضي، الانجاز الرياضي على جنب. فهو لما طلع الدكتور عبد الله رشدي وادلى بداله في الموضوع ده بناء على سؤال اتساله من احد الاشخاص في الجيم اللي هو بيروحه، فقال والله ان فيها حرمانيه شرعيه، ان الراجل زي ما حضراتكم شايفين كده في جلسه التصوير بتاعت البيج رامي وهم بيبقوا بنفس الوضعيه دي اثناء الشو او اثناء العرض اللي بيعملوه عشان خاطر البطولات اللي هم بيكونوا فيها. فقال ان في حرمانيه شرعيه في الموضوع، ولكن ده لا ينال من الانجاز الرياضي، فالانجاز الرياضي على حاجه، ولكن الموضوع شرعا حرام مش حلال، لان الراجل بيظهر اجزاء من عورته، عارفين عوره الراجل من السره الى الركبه، وبالتالي طبعا في الاجزاء اللي هي خارج كده او الاجزاء طبعا لو ظهرت من السره الى الركبه يكون عوره الرجل ظهرت، وبالتالي يبقى الموضوع مش حلال او يبقى فيه حرمانيه. لما انا شفت جلسه التصوير دي بصراحه يعني شعرت بنوع من الخجل كده، وطبعا زي ما انا قلت لحضراتكم انا بعتذر طبعا لحضراتكم عن يعني المشهد، ولكن عشان انا بشرح الموضوع فلازم يكون في حاجه توضح الكلام اللي انا بقوله. انا بتكلم على هذه الجزئيه، عن جلسه التصوير دي وعن مدى يعني حلال او حرام، مدى حرمانيه او حليه لعبه كمال الاجسام. فعلا شفت المشهد، مشهد فعلا يعني مش ظريف، المشهد مش ظريف فعلا، بغض النظر عن احترامي للبيج رامي. يعني انا بحب الراجل ده زي ما انا قلت وبحترمه جدا جدا جدا، وشاعر ان هو انسان في قمه الطيبه وقمه الاخلاق والانجاز الرياضي اللي حققه، لان هي دي اللعبه اللي هو اختارها وهي دي القواعد بتاعتها، وبالتالي هو مش هيقدر يغيرها. ولكن احنا بنتكلم في جزئيه تانية، المشهد اللي انا شايفه، انا عارف ان يكون في معضله كده، ازاي انت بتحبه وبتأيده والكلام ده كله في نفس الوقت بتعترض، لا، حبي له او اعتزازي بهذا الرجل شيء، وشعوري بانه شخصيه طيبه، واعتراضي على اللعبه نفسها او على المشهد العام او المنظر العام للمتطلبات اللي بتفرضها هذه اللعبه، ده شيء تاني، ده شيء تاني، لان انا مش هجامل حد على حساب الشرع، ولو حتى نفسي، لو حتى اخويا، يعني مش هجامل حد على حساب الشرع. فلما شفت الجلسه دي بصراحه انا حسيت بحاله كده من الخجل بصراحه، واعتقد ان حضراتكم بتشاركوني نفس المشاعر. يعني اتمنى برضو ان احنا نتناقش في التعليقات، ايه رايكم في الكلام اللي انا بقوله، ايه رايكم في هذا المشهد، مع كامل احترامنا للبطل ممدوح السبيعي، زي ما انا قلت دي على جنب خالص عشان بس ما نقعدش ناكد على الجزئيه دي كل شويه. مع كامل احترامنا للبطل بيج رامي او ممدوح السبيعي، احنا انا شخصيا بحترمه واكيد عدد كبير جدا من حركه بيحترموه، دي جزئيه على جنب كده نخليها على جنب، ولكن انا بتكلم على المشهد في حد ذاته. انا حسيت بقول لما انا شفت المشهد ده او جلسه التصوير دي فعلا تذكرت الفيديو اللي انا قدمته عن الدكتور عبد الله رشدي وخلافه مع بسمه وهب، وشفت ان في ناس ممكن تجامل على حساب الدين وعلى حساب الشريعه، يعني يبقى ربنا قايل لنا 1 2 3، في ناس النهارده في هذا الزمان بتجامل على حساب الدين، ده عادي جدا ما عندهاش اي مشكله خالص انها تجامل على حساب الدين، المفروض غلط، الكلام ده غلط. المشهد فعلا مشهد يعني يدعو الى شيء من الخجل، وانا بعتذر للمره المليون يعني خاصه للاخوه والاخوات، يعني الافاضل اللي بيشاهدوا القناه مشاهدي ومتابعي القناه، طبعا لهم مني كل التقدير والاحترام، وببعت لهم تحيه عطره من خلال هذا الفيديو، وبعتذر على يعني المشاهد دي اللي انا عرضتها لحضراتكم. فانتوا ايه رايكم يا جماعه في هذا المشهد؟ يعني والمعضله بقى، يعني لما يكون في بطل في اللعبه دي، اللعبه دي هي دي شروط اللعبه، دي الشروط. طب لما حد يريد ان يمارس هذه اللعبه يمارسها ازاي؟ دي برضه معضله كبيره، دي معضله كبيره، يعني الله يكون في عون اي انسان، لان البيج رامي واضح ان هو انسان متدين، يعني حتى علامه الصلاه في وشه. فدي اكيد معضله برضه كبيره، يعني ازاي الانسان يمارس رياضه فيها حرمانيه او فيها شبهه حرمانيه. اتمنى حضراتكم تردوا عليا من خلال التعليقات، يعني عشان برضو يعني نفصص الموضوع ده كده مع بعض، ونشوف يعني ازاي الانسان ممكن
يمارس لعبة وهو راجل يعني عارف ربنا ويعني ومتدين، وفي نفس الوقت اللعبة بتاعته فيها هذه الاشتراطات اللي هي أكيد طبعا قطعيا ضد الدين وضد الشريعة، لأن فيها إظهار للعورة، وبالتالي مستحيل طبعا يكون فيها يعني أي إجازة من أي نوع من الدين. أتمنى حضراتكم تردوا عليها في التعليقات ونتناقش مع بعض في هذه الجزئية اللي هي العويصة فعلا، يعني العويصة يعني لو واحد مش فارق معاه الدين خلاص عادي، ولكن لما يكون شخص محترم ويعني في مظاهر دينية كده حتى على وجهه وبيمارس هذه اللعبة، فازاي يستقيم الأمرين مع بعض، وازاي بيقنع نفسه بحاجة زي كده، وازاي يعني الحاجة الغلط اللي في اللعبة اللي هو بيمارسها هيقدر ان هو يتلافاها اذا كان دي شرط من شروط هذه اللعبة، فازاي مش هيقدر يعمله. دي كلها اسئلة اتمنى ان احنا نتناقش فيها من خلال التعليقات. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.